أنت اعتبت على رئيس الحكومة بأنه بدل مواقف السيد السوداني، لكن يمكن البعض راح يقول لك من كان نائب ما كان مطلع على 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 الملف بشكل واسع، من صار رئيس وزراء صار عنده تصور كبير وقدر أن يعرف أقنعهم بأنه هناك جدوى اقتصادية كبيرة للعراق، والرجل توجه لربط السككي. شو تقول؟ هذا كارثة إذا صدق. ها، إذا هذا جهل بالسياسة، إذا هذا جهل بإدارة، يعني أنت تقول سياسي لازم تعي بمعنى كل تفاصيل السياسة. بلي. يعني شلون أنت ممكن تقول إنه أنا هذا الربط السككي مبني على أساس مصالح ومبني على أساس لا مصالح؟ طيب أنا اليوم أوحد هاي الرؤية من كان نائب السيد السوداني مع رؤية خبير، يعني اليوم هسه مو خبير بمسألة النقل والسكك وغيرها. عامر عبد الجبار وزير النقل الأسبق والآن نائب بالبرلمان. شوف تابع تصريحاته شنو يقول. صح. ثم أنت ليش تروح بعيد؟ ادخل على جوجل تعب نفسك وقول اليوم شنو المستقبل للمنطقة، مستقبل العراق وين؟ أنت اليوم قتلت، أطلقت رصاصة الرحمة على ميناء الفاو وعلى كل ميناء عراقي. أنت تعرف المسافة بين إيران والشلام تشقد حتى النقل السككي، نقل المسافرين اللي هم يقولون نقل المسافرين 32 كيلو أستاذ عدي، 32 كيلو من داخل إيران لحدود الشلامشة. يعني تك تك يعني يكفي المسافر. لا لا، هذا المسافر اللي يقطع آلاف الكيلومترات من إيران للشلامشة على 32 كيلو هي المشكلة عنده تعبيها. حبيبي الموضوع أكبر من هذا. أنا أعتبر شوف التخبط بإدارة الدولة هو أطلق رصاصة الرحمة على الموانئ العراقية ووقع على شهادة وفاة الحكومة. عشان. أنت هذا الملف ملف دولي. نعم هذا الملف ملف دولي، هناك خصمان، يعني حرب أسميها، أقدر أسميها حرب الباردة بين الصين وبين أمريكا، هناك جيش أو هناك حلف بين إيران والصين ودول الشرق الأوسط، وهناك حلف آخر لأمريكا وبعض المصالح الأمريكية في المنطقة.